السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. افضل 10 سيارات لعام 2020. السيارات التي سنقدمها لكم متابعي قناة نعرف الاعزاء ليست الافضل في السرعة او التسارع او اي مواصفات اخرى، بل هي مجرد سيارات ذات المظهر الرائع والآداء المذهل. 10. سيارة لامبورغيني. قامت شركة لامبورغيني بتطوير تشكيلة أوراكان والتي هي إيفو آر دبليو دي الجديدة، حيث أن مطوري شركة لامبورغيني يقولون إنه يركز على توفير تجربة أكثر جاذبية وتسلية للسائق. تتميز هذه السيارة بمواصفات مخفضة مقارنة مع سابقتها من أجل الحفاظ على كل هذه القوة قليلا، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها عجلتين فقط للتنقل. تتميز بقدرة 602 حصان وسرعة قصوى تصل ل 325 كيلومترا في الساعة. وفقا لشركة لامبورغيني يمكن لأوراكان إيفو آر دبليو دي أن تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في وقت 3.3 ثانية و200 كيلومتر في 3.9 ثانية. بالانتقال إلى الرقم 9، حصلنا على فورد موستانج شيلباي جي تي 500. عادت شيلباي جي تي 500 في عام 2019 بعد توقف دام 5 سنوات، حيث يعتبر التوربين الأول من الجيل السادس من موستانج الذي يحتوي على محرك في 8 فائق الشحن. جي تي 500 تعتبر أقوى سيارة فورد قانونية حتى عند مقارنتها بسيارة فورد جي تي الخارقة. هذا الوحش متاح مقابل 70,000 دولار، ولكن إذا قمت بشراء حزمة ألياف الكربون فسوف تضيف على سعرها 18,000 دولار. هناك أيضا حزمة تقنية مقابل 3,000 دولار إضافية لإضافة خاصية المقاعد الكهربائية ونظام صوت أفضل وشاشات. أرادت فورد أن تهيمن سيارة جي تي 500 الجديدة على قطاع السحب ومسار الطريق، بالإضافة إلى أنها قادرة على بلوغ سرعة 100 كيلومتر في 3.7 ثانية. في المرتبة الثامنة لدينا شيفرولي كورفيت ستينغراي. إنه الجيل الثامن من سيارة كورفيت الرياضية التي تنتجها شركة شيفرولي الأمريكية لصناعة السيارات، يعرف أيضا باسم كورفيت سي 8. سعرها الأساسي هو 58,000 دولار أمريكي، وهي قادرة على توليد 490 حصانا لدفعه إلى سرعة قصوى تبلغ 312 كيلومترا في الساعة. أما بالنسبة للتسارع، تدعي شيفرولي أن سي 8 يمكنها التسارع إلى 100 كيلومتر في حوالي 3 ثوان سواء كانت متوسطة الحجم أم لا، فإن كورفيت ستكون دوما سيارة رياضية. في المرتبة السابعة، سيارة تويوتا. تويوتا جي آر سوبرا هي طراز تويوتا الجديد، وهي سيارة رياضية ذات مقعدين صنعتها شركة تويوتا اليابانية بالتعاون مع شركة بي ام دبليو. تعتمد هندستها على بي ام دبليو زد 4، ولكن هيكل السيارة ياباني بالكامل. تتميز سيارة تويوتا أنها قادرة على رفع سرعتها من 100 كيلومتر إلى أقصى سرعة لديها وهو 250 كيلومتر في 2.4 ثانية فقط. كانت النماذج الأساسية متاحة منذ منتصف عام 2019 بسعر ابتدائي قدره 50,000 دولار. في الرقم 6 لدينا فيراري اف 8 تريبيتو. فيراري 8 تريبيتو هي سيارة رياضية متوسطة المحرك تنتجها شركة السيارات الإيطالية فيراري. تعد السيارة تحديثا لسيارة بيستا 488 مع تغييرات ملحوظة. تعتبر الترقية مهمة إلى حد ما فيما يتعلق بالتصميم، ولكن هناك أيضا بعض التحسينات في الأداء. إنها أقوى وأخف وزنا وأسرع. تأتي مع أقصى إنتاج للطاقة ب 710 حصان وسرعة قصوى تصل ل 320 كيلومتر. بالإضافة أنه اف 8 تربيتو تستغرق 2.9 ثانية للوصول لسرعة 100 كيلومتر و 6.7 ثانية لتصل إلى 200 كيلومتر. من المتوقع أن تكون فيراري اف 8 تريبيتو واحدة من أشهر موديلات فيراري بمجرد وصولها إلى الأسواق العالمية في نهاية 2020،
بسعر 290 ألف دولار. رقم 5، لوتس إيفيغا. لوتس إيفيغا هي سيارة رياضية كهربائية ذات إنتاج محدود، تصنعها شركة السيارات البريطانية لوتس. اسمها الرمزي هو النوع 130، حيث سيقتصر إنتاجه على 130 وحدة. لديها 4 محركات وتولد 1970 حصان في المجموع، وتصل هذه السيارة إلى 100 كيلومتر في أقل من 3 ثوان، وسرعة 300 كيلومتر في الساعة في 9 ثوان فقط. يرى عشاق السيارات أن لوتس إيفيغا تعتبر كمنافس لريماكسي 2 وبينينفارينا باتيستا، نظرا لميزاتهم المتشابهة ولا سيما قوة أحصنتها القريب من 2000 حصان. تقول شركة لوتس إنها أقوى سيارة على الإطلاق تدخل الإنتاج، كونها أخف سيارة في فئة الإي في أيبركار، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى إلى أكثر من 320 كيلومترا في الساعة. يأتي مع حزمة بطارية يمكن أن تقبل شحن 800 كيلوات. تهدف شركة لوتس إلى مدى 400 كيلومتر، مما يجعل إيفيغا أكثر قابلية للاستخدام في حركة المرور اليومية. هذه المواصفات لدى إيفيغا تكلف حوالي 2.2 مليون دولار. المركز الرابع يذهب إلى بينينفارينا باتيستا. إنها سيارة هايبر كارتر كهربائية مصنعة في ألمانيا، ولها جذور في شركة تصميم السيارات الإيطالية وصانع الحافلات بينينفارينا. تصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومترا في الساعة. من المثير للاهتمام أن باتيستا مبنية على أحدث منصة إيفي من ريماك، مما يعني أن ريماك هي التي طورت مجموعة نقل الحركة وتقنية البطارية لبينينفارينا. نحن نعلم أن هذه السيارة الكهربائية الفائقة يجب أن تكون قادرة على توليد ما يصل إلى 1900 حصان بفضل 4 محركات كهربائية لديها، وبكل هذه القوة يمكن أن تنتقل من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين، وإلى 300 كيلومتر في الساعة في 12 ثانية. يمتلك هذا الوحش نطاقا يبلغ 450 كيلومتر وبسعر 2.5 مليون دولار. نحن في المركز الثالث، وثالث أفضل سيارة هو ماكلارين سبيد تايل. ربما أصبح ماكلارين لينا بعض الشيء في السنوات الأخيرة، لذا كانت هناك حاجة لتقديم سيارة هايبر كارتر جديدة إلى عناوين الأخبار. هذه السيارة مدعومة بمحرك هجين يولد 1036 حصان، من المحتمل أن تكون الأسرع والأقوى والأكثر ديناميكية حتى الآن. أحد أروع الأشياء المتعلقة بها هو مقعد القيادة المركزي، وهو ميزة مستعارة من فورمولا 1 الشهيرة. تم تجهيز الجزء الداخلي في الغالب بالجلد وألياف الكربون وشاشات اللمس، في حين تم تصميم الجزء الخارجي مع مراعاة شيء واحد فقط، وهو السرعة. بالحديث عن ذلك، يزعم أن سبيد تايل تبلغ سرعتها القصوى 403 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن تتسارع من 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة في 13 ثانية، مما يجعلها تقريبا أسرع من النسخة الأصلية من بوغاتي تشيرون. عندما يتعلق الأمر بسعرها، فهو يصل لأكثر من 2.2 مليون دولار. لدينا في المركز الثاني السيارة المعروفة باسم بورش تايكان. إنها أول سيارة كهربائية من إنتاج شركة بورش، ومن المقرر بيعها في 3 أنواع من مستويات الأداء المختلفة، وأسماؤهم S4 وتيربو وأستيربو، لكننا سنركز على طراز أستيربو لأنه الأقوى. بالمناسبة إنه ليس تيربو بالمعنى الأصلي، حيث يشير هذا الاسم إلى مستوى أعلى من الأداء. تقود أستيربو جميع العجلات الأربع بمحركين كهربائيين تماما مثل أخواتها، والفرق الوحيد هو مقدار قوة الحصان التي تنتجها، وهي 751 حصان. مع كل هذه القوة فهي قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 2.8 ثانية. تدعي بورش أن نطاقها سيكون حوالي 400 كيلومتر، ويمكن شحن البطارية من حالة 5% إلى 80% في 22 دقيقة في المواقف المثالية، مع شاحن تيار مستمر سريع يوفر 270 كيلوات من الطاقة. وأخيرا سيكون طراز أستيربو قادرا على تحقيق سرعة قصوى تبلغ 260 كيلومترا في الساعة.
إذا كنت تفكر في مدى جودة ورقة مواصفات هذه السيارة، فلا ينبغي أن تفاجئك بأن سعرها يبدأ من 186,000 دولار. وملك هذه القائمة هو ريماكس سي 2. هذه السيارة هايبر كهربائية بالكامل، تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة السيارات الكرواتية ريماك أوتوموبيلي. وبالحديث عن السيارات الفائقة وريماك على وجه الخصوص، هزت شركة سيارات إيفي الكرواتية عالم السيارات من خلال الكشف عن أحدث طراز لها في معرض جنيف للسيارات سنة 2018. تخطط شركة ريماك لإنتاج 150 مركبة، وهي الآن في طور التجانس للسوق العالمية. تم بيع كل من هذه الوحدات مقابل 2 مليون دولار، وهي تتميز بجسم كامل من ألياف الكربون ومخمدات يتم التحكم فيها إلكترونيا، وتقنية التعرف على الوجه والقيادة الذاتية من المستوى الرابع مع الذكاء الاصطناعي. تدعي الشركة أن هذا الوحش يمكن أن يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 415 كيلومترا في الساعة، مع قدرة إنتاجية مجمعة تبلغ 1914 حصانا ناتجة عن 4 محركات كهربائية منفصلة. وبذلك فإن السيارة قادرة على التسارع إلى 100 كيلومتر في غضون 1.9 ثانية فقط، مما يجعلها أسرع سيارة تسارع على الإطلاق.